طبعا حضراتكم متابعين واحنا كمان متابعين معاكم مشكلة نقص الأدوية في الصيدليات سواء الحكومية أو الخاصة. ودايما لما يبقى عندك نقص في القطاع الخاص بنسبة معينة هتلاقي النقص ده في القطاع العام ضعف أو ثلاث أضعاف هذا النقص. يعني حضرتك تاخد الروشتة كده كاتبها لك الطبيب فيها خمس أنواع دواء، محتاج تلف على الأقل على ست سبع صيدليات تجمع كل نوع من صيدلية مختلفة عشان عجز والنواقص اللي موجودة، وده يقول لك والله ما عنديش، وده يقول لك طب افتح لك علبة، طب خد لك شريط، طب خد بديل، طب خد بديل محلي، طب خد انت عايز تركيز 100 خد 52 خد 4 25. ده بيحصل النهاردة في السوق المحلي وانت رايح تشتري بفلوسك، لو انت يعني ايه هتدي فلوسك وحاطط رجل على رجل تاخد الدواء وتمشي، فما بالك بقى ببعض من يشملهم ما يسمى بالتأمين الصحي، سواء كانوا موظفين او على المعاش او كبار السن او اصحاب امراض مزمنة اللي هم بيحصلوا على الدواء من صيدليات التأمين الصحي، اللي هو في الطبيعي يعني في الطبيعي لما ما كانش فيه ازمة دواء كان المفروض يقف طابور من الصبح لحد العصر، فما بالك دلوقتي عجز في الادويه 60% زياده في اسعار الدواء 400%، عندنا قرابه 20,000 صنف مش موجود، محاوله الحكومه ادخال البدائل المحليه الاقل في الكفاءه والكثافه ونسب الماده الخام عشان تحل مشكله نقص الدواء، عدم وجود مواد خام للمصانع، كل ده انعكس على السوق الخاص بنسبة 50% مثلا، لكنه وصل لصيدليات التأمين الصحي بنسبة 90%. فبقى عندنا رحلة البحث عن علاج أزمة نقص الدواء لمرضى التأمين الصحي. وزير الصحة اعتذر للمواطنين وقال والله الموضوع خارج عن إرادتنا، رئيس شعبة الأدوية قبل كده وعد بحل المشكلة، لكني بقول لحضراتكم الآن صيدليات التأمين الصحي في بعض المحافظات قدامها طوابير بتصل ل 3 و4 كيلو متر حسب شهادة المواطنين. في مواطنين بيصلوا الفجر ويناموا قدام الصيدلية لحد آخر اليوم عشان ياخد شريط دواء ضغط، علبة لدواء السكر، ياخد حقنة سيولة، تاخد لبن أطفال من المدعم اللي مكتوب في التأمين الصحي، يصرف العلاج الشهري اللي المفروض الدولة بتكفله له بعد ما أدى الخدمة كعامل أو كموظف في وزارة التربية والتعليم أو الشهر العقاري لمدة 35 سنة. مواطن محدود الدخل معاه شهادة بتقول إنه محدود الدخل ومن حقه ياخد دواء، محتاج يجي 3-4 أيام عشان يلاقي الدواء، وبالنهاية ممكن كمان يدوله بديل، البديل ده يرفضه الطبيب لان الصيدليات ما فيهاش الكلام. كان عندنا المحامي المصري اسعد هيكل قبل كده كان نزل بالتليفون بتاعه وسلط الضوء على فساد التأمين الصحي في البلد وقال دول كبار السن المهملين في الشارع. عمل ايه السيد اسعد طه وهو من الحقوقيين والمحاميين المشهورين في مصر؟ كان نازل معدي على احد صيدليات التامين الصحي لقى طابور طويل عريض. ايه يا اخوانا في ايه؟ بيوزعوا دواء ولا بيبيعوا لحمه ولا بيوزعوا عليكم فلوس؟ فبدا يسمع للناس، ناس بتقول انها قاعده بقالها يومين وثلاثه وما فيش دواء. صور بعض الفيديوهات منها هذا الفيديو مع سيده بتشتكي الوضع او الواقع المأساوي في احد صيدليات التامين الصحي. نتابع هذا الفيديو. احنا قاعدين في الشارع وبيتأمروا علينا وبيشخطوا فينا ويكتبوا لنا العلاج، بالاسخان ما تديناش العلاج اللي هو مكتوب بيدونا عكس. يعني انا ليا علاج باخده فين يا ستي؟ انتوا البرشامه اللي بتحطها على اللسان؟ لا ما فيش بتاع، اديتني برشام غيره، برشام غيره انا هروح ارميه اهو. هو ده اللي احنا عايشين فيه هنا والقرف. يعني المعامله سيئه؟ ما فيش. بالنسبة للناس التعبانة فوق لما بتطلع بيحصل ايه معاها؟ كلهم زي ما انت حضرتك شايف كده بيقدوكوا كويس كده وفي سراير وفي اكلات؟ مفيش سراير خالص. انا عمري ما شفت حاجة ما فيهاش سراير. هي في الدور الكام تقريبا؟ الثاني ولا الثالث يعني؟ اطلع صور من فوق كمان. يعني المؤسف في الموضوع ان
كل مرتادي عيادات التأمين الصحي دول إما كبار في السن أو على المعاش أو من أصحاب الإعاقات والعاهات المستديمة أو من محدود الدخل أو من أصحاب الأمراض المزمنة. أي تأخير في العلاج بيأثر على صحته، أي ضغط ممكن يعرضه للخطر، أي وقفة في الشارع بالساعتين ثلاثة ممكن تفاقم الأزمة. كلهم فوق الستين وفوق السبعين، الوقفة أصلا خطر عليهم، لكنهم واقفين في الشارع. يمكن لو تحط الفيديو تاني يا ضياء، شكل الست وهي قاعدة والناس من وراها قاعدين، اللي قاعد على الأرض واللي رايح جاي واللي قاعد طابور واللي قاعدة على كرسي بعجل زي ما حضراتكم شايفين، وست عجوزة يعني المفروض دي البلد تكرمها، تقول راحت مرة واثنين وثلاثة وفي الآخر ادوها دواء مخالف هتاخده ترميه. طب ما هي دي لو خدت الدواء رميته انت كده خسرت. اقف كده شوف الناس، ناس قاعدة قد ايه، دي الصيدلية عيادة التأمين الصحي اللي موجودة في المرج قدام العيادة، عيادة المرج الشاملة. طب انت خسرت الدواء اللي انت اديته لها، وهي كمان خسرت صحتها لما رمته ومعرضة لتفاقم في الحالة الصحية. ده طبعا فضلا عن انك تحصل دلوقتي على روشتة من التأمين الصحي، فانت على الاقل محتاج واسطة برتبة ملازم اول او رتبة نقيب عشان تخش كده عيادة من عيادات التأمين الصحي اللي موجودة في مراكز المحافظات، تقول لهم يا اخوانا انا عندي ضغط، عندي سكر، ما معيش فلوس، انا على المعاش، انا عندي تأمين، انا موظف حكومة، انا من قدامى المحاربين، انا 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 اكتب لي علاج. هيقولك والله يا بيه مفيش. فبقى عندنا عذاب المرضى في عيادات ومستشفيات التأمين الصحي، دي الخطوة الأولى. لو ربنا أكرمك وقدرت تحصل على الروشتة رضي الله عنها، تخش بقى على المرحلة الثانية من العذاب، وهي المرحلة أو العذاب أمام صيدليات التأمين الصحي. ده بعض المواطنين، منهم مثلا عيادة أو صيدلية عيادة ناصر للتأمين الصحي، والراجل بيقولك من 2019 الناس دي ما عندهاش الدواء المطلوب. ده قبل الأزمة بالمناسبة، عيادة ناصر دي قبل الأزمة كان عندهم نقص في الأدوية حسب كلام المواطنين 50%، بتروح بثلاث أصناف بيديك صنف واحد. دلوقتي ما عندهمش أي حاجة، بيعملوا حاجة واحدة بس، عندهم نوعين للضغط أو نوع للضغط ونوع للسكر، بيصرف لك أيا كانت حالتك بيديك الدواء ويقولك هو ده اللي عندنا، مش عاجبك روح اشتري من بره. دي الكلمة اللي تسمعها بابتسامة صفرة، أو ممكن تكون كمان بوجع من بعض الصيادلة، مفيش روح اشتري من بره، مفيش إلا ده، عايز روح اشتري من بره، خد دي لكنها مش هتنفع معاك وأنا بقولك اشتري من بره. طب اللي ما معهوش، وإذا كان معاه مفيش موجود بره. التأمين الصحي بقى اللي هي هيئة التأمين الصحي للبلد صرفت عليها مليارات عشان تخدي طرفها وتشيل الموضوع للصيادلة، قالت ان السبب في نقص الأدوية هو ان بعض الصيادلة في الصيدليات بيبيعوا الدواء بمقابل، وبناء عليه أقرت في يناير من العام اللي فات حبس سنة وغرامة. دي كانت هيئة التأمين الصحي بالتعاون مع البرلمان، وقال لك هنحبس أي حد يبيع الدواء وندفعه 50,000 جنيه غرامة. ولكن هذا لم يحل المشكلة، لأن أزمة النقص في الدواء أزمة عامة. بقول لحضرتك الصيدليات اللي بتدفع فيها فلوس وتشتري من فلوسك ما فيهاش دواء، فما بالك بقى بصيدليات التأمين اللي انت بتروح تتحايل عليهم كأنهم بيمنوا عليك ويدوك حاجة من جيبهم، هيبقى الوضع فيها ايه؟ حضرتك ممكن بعربيتك اذا كان عندك عربية، على رجليك اذا كنت مواطن غلبان زي حالاتي، انزل بص على صيدلية العيادة الشاملة في المرج، بص على صيدلية التأمين الصحي في شارع المحافظة في طنطا، بص على صيدلية التأمين الصحي اللي موجودة في أسيوط، في دمنهور، في المحلة، في الجيزة، أي واحدة من صيدليات التأمين الصحي دي هتعدي الصبح هتلاقي الطابور، هترجع بالليل هتلاقي نفس الطابور واقف وناس عمالة تشتم وتلعن وتتزق، واللي يغمى عليه واللي يقع من الشمس، وفي الآخر الناس بتمشي وتيجي تاني يوم عشان مفيش دواء ولسان حال الصيادلة فوت علينا بقى.